السلام عليكم ورحمة الله. في حصة اليوم إن شاء الله غنتكلمو على معيار عدد عقادي. إذا نعتبرو واحد العدد عقادي زد اللي كيساوي لنا أ زايد إي بي، بحيث أ و بي كينتمي و الآير مربع. إذا معيار العدد العقادي زد هو العدد الحقيقي الموجب الذي يساوي اللي كنرمزلو بجوج ديال لي بار. هكدا معيار ديال زد كيساوي لنا الجذر ديال زد زد بار كيساوي لنا الجذر مربع ديال أ مربع زائد ب مربع. إذا إلا خدينا زد اللي كتساوي لنا أ زائد إي بي، فزد بار ديالها كما سبق لنا باش شلنا كتساوي أ ناقص إي بي. إذا إلا حسبنا الجداء ديال زد زد بار و أ زائد إي بي مضروبة في أ ناقص إي بي، إذن عبارة عن متطابقة هامة، أ مربع ناقص إي بي مربع. إذن أ مربع عندنا ناقص عندنا إي مربع هي ناقص واحد، إذن كتولي زائد بي مربع. إذن زد زد بار كتساوي لنا أ مربع زائد بي مربع. إذن قلنا المعيار ديال زد كتساوي الجذر مربع ديال زد زد بار، أي الجذر مربع ديال أ مربع زائد ب مربع. وكما كنلاحظو فهو دائما عدد موجب، دائما الجذر أكبر من أو يساوي صفر. إذا عندنا مجموعة من الخاصيات، فالمعيار ديال زد أن كتساوي لنا المعيار ديال زد أس أن، المعيار ديال ناقص زد كتساوي المعيار ديال زد، وكذلك المعيار ديال زد بار راه كيساوي لنا المعيار ديال زد. المعيار ديال الجداء زد في زد بريم كيساوي لنا المعيار ديال زد في المعيار ديال زد بريم. واحد على المعيار ديال زد بريم كيساوي لنا واحد على المعيار ديال زد بريم. وكذلك بالنسبه للخارج زد على زد بريم، فالمعيار ديال زد على زد بريم كيساوي لنا المعيار ديال زد على المعيار ديال زد بريم. هنا خصني ننتبه بانه ما عندناش المعيار ديال زد زائد زد بريم، فراه ما كيساويش المعيار ديال زد زائد المعيار ديال زد بريم. إذا هذه علاقة خاطئة، فالمعيار ديال زد زائد زد بريم أصغر من أو يساوي المعيار ديال زد زائد المعيار ديال زد بريم. إذا نشوفو تمرين تطبيقي. أحسب معيار زد في كل حالة. إذا المعيار ديال زد واحد كيساوي لنا المعيار ديال ثلاثة زائد جوج إي. إذن هو الجذر قلنا أ مربع زائد ب مربع، يعني ثلاثة أس اثنان زائد اثنان أس اثنان. إذن الجذر ثلاثة أس اثنان هي تسعة، أربعة أس اثنان أو اثنان أس اثنان أربعة، إذن جذر ثلاثة عشر. المعيار ديال زد جوج كيساوي لنا المعيار ديال خمسة أس اثنان زائد صفر أس اثنان، إذن هو الجذر ديال خمسة أس اثنان هو خمسة. المعيار ديال زد ثلاثة هو الجذر ديال س أس اثنان، إذا حنا ما عندناش جزء حقيقي أو لا جزء تخيلي منعدم يعني صفر أس اثنان، إذن هو الجذر ديال س أس اثنان، إذن هو س. إذا بالنسبة لزد جوج زد جوج وزد ثلاثة، فكما لاحظنا فالمعيار ديال أ إي ديال أ كيبقى لنا هو أ، والمعيار ديال بي إي راه كيساوي لنا بي. بطبيعة الحال القيمة المطلقة ديال بي ماشي بي، وإنما القيمة المطلقة حتى هنا كذلك القيمة المطلقة ديال أ، يعني خصو يكون عدد موجب. بطبيعة الحال كاين فرق ما بين المعيار وما بين القيمة المطلقة، ما عندهمش نفس المعنى. زد المعيار ديال زد ربعة كيساوي لنا هو المعيار ديال جوج ناقص ثلاثة إي على خمسة زائد إي. إذا كما شفنا في القاعدة هو المعيار ديال البسط على المعيار ديال المقام. المعيار ديال البسط هو الجذر مربع ديال اثنان أس اثنان زائد ناقص ثلاثة أس اثنان، أي أ مربع زائد ب مربع
على جذر 5 أس 2 زائد 1 أس 2. إذن نحسبو، إذن في البسط عندنا 2 أس 2 ناقص مع المربع راه كيكون عدد موجب، إذن عندنا 4 زائد 9، وفي المقام عندنا 25 زائد 1. إذا البسط كيعطينا جذر 13، والمقام تيعطينا جذر 26. طبيعة الحال هنا ممكن نبسطو، إذا جذر 13 على 26 راه يساوي كنختصرو ب 13 كيبقى لنا 1 على 2. المعيار ديال الجداء، المعيار ديال زد 5 هو المعيار ديال جوج ناقص اي مضروبة في 3 زائد جوج اي. إذا كما شفنا في القاعدة فهو المعيار ديال جوج ناقص اي مضروب في المعيار ديال 3 زائد جوج اي. إذا كنحسب المعيار ديال كل عدد بوحدو، إذا المعيار ديال العدد الأول هو 2 أس 2 زائد ناقص 1 أس 2 مضروبة في الجذر ديال 3 أس 2 زائد 2 أس 2. إذا العدد الأول كيعطينا 4 زائد 1 هي 5 مضروب في العدد الثاني غيعطيني 9 زائد 4 هي 13. إذا الجذر ديال 5 13، إذا 5 في 13 5 في 3 5 حسبوا بالواحد، و 5 في 1 5، إذا 5 أس 60. آخر حالة عندنا المعيار ديال زد 6 هو المعيار ديال جوج زائد جذر 2 إي الكل أس 11. إذا داك 11 كنخرجها على المعيار كتولي جوج زائد جذر إي جذر جوج إي الكل، و 11 كنسبها خارج المعيار، ومن بعد كندير المعيار ديال العدد ديالي بشكل عادي هو الجذر ديال 2 أس 2 زائد الجذر ديال 2 أس 2 أس 11. إذا 2 أس 2 4، جذر 2 أس 2 الإثنان كتمشي مع الجذر تيبقى 2 أس 11، إذا هي جذر 6 أس 11.